يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم ولا يسترقون، فهل إذا طلب الشخص رقية من راقي لا يكون داخلا في هذا الحديث؟ أي نعم، لا يكون داخلا في 70,000، لأن سؤاله الناس في حاجة للناس، والحديث يريد الاستغناء عن الناس، لكن عند الضرورة إذا احتاج إلى طلب الرقية عند الضرورة لا بأس، ولا يمنع هذا أن يكون له فضل. لكن إذا كان أمكن إنه ما يطلب الرقية، عنده يرقي نفسه أو أحد يرقيه بدون طلب فلا بأس، أما إذا اضطر إلى هذا ولا أحد يرقيه واضطر إلى الرقية فلا مانع من طلبها. نعم.